ماذا عن المشروبات؟ شوف المشروبات، نقول لك أنا المشروبات التي تحوي على محليات كما مادة الاسبرتام، يعني اللي نلقاوها محلات، هذيك ما لازمش ترتفع درجة الحرارة نتاعها فوق 30 درجة، لأنه لما ترتفع فوق 30 درجة تلك التركيبة اللي ربما ما فيهاش نسبة تاع سكر رأيك رايحة تولي إلى حمض النمل، راح يولي يعني إلى أحماض كبيرة حتى ولو تعاود تقوم بتبريدها. المشروبات في حد ذاتها فيها مواد كيميائية من مواد حافظة ومن ملونات، حتى هذيك وجب أن توضع في المبردات وتنقل في المبردات، فما بالك أنت شاحنة تنقل من العاصمة إلى ولاية ورقلة 800 كيلومتر، ويعني مسافة مقطوعة. حتى التجار داخل المحلات شفنا كثير من التجار يشريوا بكميات كبيرة ويخزنوها في غرفة بدون تبريد. هي لازم، شوف في العالم بأسره المشروبات هذه لازم تبرد. احنا الجزائر علاش؟ الجزائر معروفة أنها تقع في منطقة ساخنة فيها درجة الحرارة مرتفعة. أنا مانيش نتكلم لك على دولة لدرجة الحرارة من ناقص 20 درجة ناقص 30، كأقصى درجة درجة ربما 25 درجة مئوية، ولكن بعض المناطق في الجزائر توصل حتى 45 درجة مئوية، 50 في الظل. تخيل أنت شاحنة راك تنقل هذه المواد. فيما يخص الرقابة، كما تكلمنا يعني سابقا هناك عدة مصالح، نبدأ بالوزارة المخولة اللي هي وزارة التجارة عبر مصالحها للمراقبة وقمع الغش. عندنا الأعوان اللي تنقلوا وعندهم آلات يعني حديثة لتمكنهم ويعرفوا حتى هل يعني تم إطفاء الثلاجة ولا لا، وذلك يعني بالتركيز على، نعطيك على سبيل المثال ربما اللحوم، يروح للحوم مباشرة كما نقول يروح للهبرة، تلك الآلة والمحرار هذاك فيه يعني حساس يوضعوا في قلب يعني الكتلة هذيك نتاع اللحم، يعرف درجة الحرارة الداخل، لأنه الإنسان اللي يقوم يعني يشغل البراد يعني كما نقول المبرد صباحا باش يوصل البرودة إلى قلب المنتج ياخذ وقت يعني، هما في الفتره الصباحيه يجوا ويقوموا بالمراقبه. دوك النقل تاع هذه المنتجات، لانه من المصنع او من تاجر الجمله راه تمشي عبر الطرقات، هنا يجي المصالح الامنيه، عندك من الشرطه على حساب تخصص الاقليم نتاعها، او الدرك الوطني اللي راهو لك يعني راقب تقريبا 80% من الطرقات الولائيه الكبرى وطريق السيار. تخيل انت شاحنه تاع 10 طن او كيما نقول المبردات هي بين 10 2.5 طن حتى 10 طن، وكاين الكبار يعني هذوك تاع الحاويات. تخيل انت راهو يتنقل ربما من عنابه الى ولايه وهران دون تشغيل المبرد، او الى منطقه جنوبيه دون تشغيل المبرد، شكون راح يراقبه؟ المصالح التجاريه رايلك راح تقوم يعني كيما نقولوا المصالح تاع مديريه التجاره رايلك راح تقوم كيما نقولوا توضع دي باراج في الطريق باش يراقبوا. هنا يجي دور المصالح الامنيه اللي يراقبوا السلع، يراقبوا الفاتوره المصدر نتاعها وين، ويشوفوا هل المبرد رايلك يشغل وفق درجه الحراره المعتمده. تبقى بعض الامور اللي لازم نطبقوها ونتمناو ان شاء الله انها تتطبق، لانه كاين بعض كيما نقولوا واحد الاليات اللي هي بسيطه كيما لي كود بار. يعني راه في لون، يعني نديرو حنا لون اخضر، هنا محترمه سلسله التبريد. ما ان تختل سلسله التبريد ترتفع درجه الحراره، هذاك اللون يتحول الى لون احمر وما يعاودش يولي اخضر حتى ولو تعاود تبردو، وهذا دليل على انه راه ملي كيختل في درجات الحراره، وهذا يخص كل المنتجات.